العملية الرياضية 3 هي عملية ضرب عددين معقدين. يعني لو كان هسه عندنا العدد المعقد الأول Z1 هو A زائد IB، والعدد المعقد الثاني Z2 هو عبارة عن C زائد ID، وكان المطلوب هسه هو عبارة عن عملية ضرب Z1 في Z2. فالطريقة راح تكون هي A زائد IB مضروبة في C زائد ID. هسه انا راح نستخدم عملية التوزيع، يعني راح يكون عندي A في C، عندي A في الID، بعدين عندنا البي في السي، وعندي البي في الدي. فهنا راح يكون عندنا الناتج؟ راح يكون مساوي الى اي سي، اي في السي زائد اي اي دي زائد اي بي سي زائد عندنا هنا اي في الاي، اي تربيع، خليني هسه اكتبها بهذا الشكل، اي تربيع بي دي. ابسطها هسه اقول عندي هنا اي سي زائد اي اي هنا مضروب في الدي زائد اي بي سي، الاي تربيع هي ناقص واحد، فصير عندي ناقص بي دي، وتساوي هسه عندك اي سي وناقص البي دي هذا الريال بارت زائد الاي مشترك اي دي زائد بي سي. فالنتيجة صارت نفس الكلام، انه عملية ضرب عددين معقدين، الناتج نفس الكلام، هو عدد معقد متكون من حدين اللي هو الحد الاول ريال زائد الحد الثاني الاماجيناري. زين هسه هذه خليه يكون انه عملية ضرب مباشر. لو كان عندنا عملية ضرب كونستانت مضروب في عدد معقد اي، يعني خلينا نقول ملاحظة، لو صادف انه انا عندي كونستانت ام، فعملية ضرب ام في العدد المعقد Z1 راح تكون مساوية الى ام في اي زائد اي بي، باعتبار Z1 هو اي اي بي، وراح تكون مساوية هذا العدد الكونستانت الام اللي هو رقم موجب سالب يدخل على العدد المعقد، فيصير عندي ام في الاي زائد اي ام في البي. اوكي، فيصير بهذا الشكل. هسه هذه ملاحظة واحد. لو صادف انه عندي مثلا الملاحظة الثانية، اذا العدد المعقد او المركب انضرب في الاي اللي هو الايماجينري يونت، فالنتيجة راح تكون انه اي في Z1 نفس الكلام تساوي لي اي في الاي زائد اي بي، وتساوي لنا اي زائد اي في الاي، قلنا اي تربيع ناقص واحد، زين في البي، فصير علامة ناقص شنو بي، والنتيجة هي ناقص بي زائد اي اي، يعني صار هسه هذا هو الريال وهذا هو الايماجينري. زين خلينا ناخذ مثال هسه على كيفية تطبيق هذه الخاصية. نفس الكلام، انه المطلوب هو بسط simplify the following. شو مطيني؟ مطيك مثلا انه لو كان 4 زائد 3 اي مضروب في 2 ناقص 5 اي، قلنا القاعدة اللي عندنا هي التوزيع، فأبدي أوزع أنه أقول 4 في 2 زائد 4 في ناقص 5 آي زائد 3 آي في 2 زائد 3 آي في 5، فتصير بهذا الشكل 4 في 2 هذا 8، زائد أنا راح يكون عندي 4 في ناقص 5 20 آي زائد 3 آي في 2 زائد 6 آي زائد 3 اي في ناقص 5 اي، 3 في ناقص 5 ناقص 15 ناقص 15 اي تربيع، وتساوي 8 ناقص 20 اي زائد 6 اي ناقص 15 في سالب 1. خلي الامور بهذا الشكل حتى لا اخطأ في عملية التحويل بالاشارات، والنتيجة هسه راح يكون عندي 8، هذه يصير زائد 15، فيصير عندي 8 زائد 15 23، هذه هنا عندنا ناقص 20 زائد 6 اي، فيصير عندي ناقص 14 اي، وهذا هو الناتج من عملية التبسيط. خلي اخذ مثال ثاني 2. لو صادف انه عندي 2 ناقص اي مضروب في 4 زائد اي، بنفس الاسلوب هسه راح اوزعهم 2 في 4 8 زائد 2 اي ناقص اي في 4 ناقص 4 اي ناقص اي في الاي ناقص اي تربيع،
ويساوي لنا هذه 8 زائد 2i ناقص 4i، هذه ناقص في ناقص 1 صير زائد 1، والنتيجة 8 في زائد 1 هذه 9. هنا أنا عندي 2i بناقص ناقص 2i، وهذه هي الناتج من ال